من أشهر المتضررين من عملية إعادة الإيواء بكريان طوما سيدة تدعى السعدية كيوي، أم لطفلين قاصرين، كانت تكتري براكة شخص مقيم بمدينة سطات. الأخير استفاد من بقعة أرضية فيما وجدت نفسها رفقة طفليها القاصرين عرضة للتشرد. تبيت السعدية بالشارع لأزيد من سنتين، ولحظة زيارتنا لها وجدناها خارج الخيمة التي بنتها بمساعدة طفليها.